جهاد يخرج كل صباح للصيد بقاربه في مدينة العقبة الأردنية. ابن 46، أب لخمسة أولاد، وقد اتخذ من الصيد مهنة توفر له دخلاً شهرياً بما يعادل 300 يورو. وهو واحد من الصيادين القلائل الذين لم يهجروا المهنة التي تواجه مؤخراً واقعاً صعباً. ما في مجالات إن نصيد زي أول. بالنسبة للسمك، أول كان عندنا سمك فيه يعني ما فيه، كان زي فنادق على الشطوط كثيرة، كان واحد اثنين، هسا صار عندنا عدة فنادق وشيل المرجان. بالنسبة للمياه والمياه عندنا مياه كثيرة. يشكل خليج العقبة المنفذ البحري الوحيد للأردن بساحل طوله 27 كيلومتراً. ومنذ إعلان العقبة منطقة اقتصادية أوائل الألفية، تسببت المشاريع التجارية والصناعية الجديدة بتلوث بيئي أدى حسب وزارة الزراعة الأردنية إلى انخفاض كمية الأسماك في الخليج بنسبة 10%. وضع دفع الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى إنشاء قاعدة بيانات للصيادين والثروة السمكية تظهر الحجم الحقيقي للمشكلة. في حالة تأكدنا هون في الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية إنه أنا عندي مشكلة فعلية في الثروة السمكية، سيتم الاستعانة باللجان المحلية، بالضبط الجماهيري، بوسائل الإعلام اللي دائما هي مشاركة معنا، عن طريق الدراسات العلمية للضغط على المسؤولين لتحسين الوضع. زيادة أعداد الفنادق وأرصفة الموانئ في العقبة قلل المساحة المسموح بها للصيد من 25 إلى 5 كيلومترات. تحديد المساحة أدى إلى ممارسات خاطئة في الصيد تضر بالثروة السمكية. الخبير الألماني جيورغ ريسبوندك يحاول توعية الصيادين في العقبة بسبل الصيد المستدامة والرفيقة بالبيئة. نحاول نقل ما توصلت إليه أبحاثنا العلمية إلى الصيادين، وذلك بطرق سهلة الفهم. والهدف من ذلك هو أن يدركوا أهمية دور الثروة السمكية في النظام البيئي هنا. عاد جهاد من رحلة الصيد خالي الوفاض، لكنه لا يفكر في ترك هذه المهنة، فهي بالنسبة له إرث يريد الحفاظ عليه ونقله لأبنائه أيضاً.